عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام: المؤمنون، في قول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لو تلاحظ، الله سبحانه وتعالى بدأ بالصلاة؟ لا، بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرآن الكريم دقيق جدا، لذلك الإمام علي عليه السلام يجيب هذا الشاهد ثم يكمله عليه السلام، يقول: فبدأ الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه، لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها. شوف الكلام الدقيق، يقول: ليش الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول: لأن الله يدري لو الناس أقامت هذه الفريضة بشروطها الصحيحة كان بقية الصلاة والزكاة كلها الأعمال أدوها الناس. لكن الخلل الأساسي في المجتمع هو هذا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اللي وصل الناس ما تصلي، هو اللي وصل الناس تتبرج، هو الذي وصل الناس تختار، هو الذي وصل الناس تفعل ما تفعل. مثلا الآن شارب الخمر، مستحيل واحد يقوم بيننا يقول أنا أشرب خمر، هذا ينبذ في المسجد وينبذ في المجتمع. لكن لو درينا واحد فينا يختار عادي، مع أن الروايات تشدد جدا على الغيبة، لو كل واحد فينا كان ينظر إلى الغيبة بإشمئزاز كان هذا اللي يختار يستحي يتكلم ما يختار. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية يقول: الله سبحانه وتعالى يدري ويعلم لو أقيمت هذه الفريضة بشروطها الصحيحة لاستقامت الفرائض كلها، كل الفرائض البقية راح تكون صحيحة. شوف المسألة إيش كثر مهمة، إيش كثر مهمة هذه المسألة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة أيضا في وسائل الشيعة في جزء 16 صفحة 136 عن النبي صلى الله عليه وآله: إنه مضمون أو نص الرواية: إنه من عمل معصية فإذا أسر بها العبد، يعني واحد سوى المعصية، أو إن المعصية إذا عمل بها العبد وأسر بها، سوى معصية بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه، لم تضر إلا عملها، ما راح يكون فيها مشكلة على شنو؟ على المجتمع، هذا الشخص هو يتحمل وزره. فإذا عمل بها علانية ولم تغير، المشكلة هذه إسلام يحارب هالمسألة، أنه هو التجاهر والمعصية خطير جدا خطير. فإذا عمل بها العبد علانية ولم يغير، خلاص يسويها مرة مرتين والمجتمع مخليه، شو راح يصير؟ أضرت بالعامة، أضرت بالعامة. ثم الإمام الصادق عليه السلام يشرح الرواية، ثم يقول جعفر بن محمد عليه السلام: ليش النبي صلى الله عليه وآله قال هالكلام؟ لأنه مضمون كلامه: لأن المعصية في هذا الفرض تذل دين الله وتقوي أهل عداوة الله. الإمام مني قاعد يقول كلام مهم جدا. مشكلة الواحد لمن يتجاهر في المعصية، لمن أنت تتجاهر وفلان يتجاهر وفلان يتجاهر، أنا يصير عندي قوة أني أكون معكم، أنا يصير عندي قوة أني أكون معكم. فالمعصية عندما يتجاهر فيها مشكلتها الأساسية أنه تقوي هذه المعصية في قلوب الناس، هذا واحد. فتتجرأ، يتجرأ الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى، يهتك قول رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن إذا مثلا المكان الفلاني أعلن أن هذا الشيء مرفوض، إنسان يستحي يسويه، لكن رب العالمين مو مشكلة. فمشكلة التجاهر في المعاصي واحد، يخلي الناس تتجرأ على الله سبحانه وتعالى. اثنين، تقلل قيمة الدين. إذا الله يقول كلام أنا أكسره وأنت تكسره وفلان يكسره وفلان يكسره، هذا الدين يضعف في قلوب الناس. لذلك الآن شنو سبب استسهال المعاصي؟ ليش قبل مثلا إلى حد ما الإنسان بعض المعاصي يعني يشعر بخجل إذا سواها، الآن عادي طبيعي جدا جدا طبيعي. شو السبب؟ سببه هذا، فلان تجاهر وفلان تجاهر وفلان تجاهر، فالمسألة صارت بسيطة في قلبي وقلبك، هذا واحد. اثنين، ما قمنا نعطي الله سبحانه وتعالى اهتماما بالغا. ليش؟ لأنه خلاص كسر كلامه مرة مرتين وعشرة وعشرين، صار الكلام من الله سبحانه وتعالى يتجاوز. مسألة جدا خطيرة. عموما الرواية الرابعة وأختم بها، روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أيضا في الكافي في الجزء الخامس صفحة 56: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، يعني إذا ما سويت هالفريضة العظيمة، ما أمرت بالمعروف ولا نهيتم عن المنكر، شو راح يصير؟ أو ليستعملن عليكم شراركم. ها، في سنن ذكرنا مرارا وتكرارا، في سنن الله سبحانه وتعالى يحكم فيها الكون، مثل ما هنالك سنن فيزيائية رياضية كيميائية إلى آخره، في سنن غيبية. هذه السنن الغيبية تشتغل مثل ما تشتغل القوانين الطبيعية.
فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شنو الرواية تقول؟ أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذا أنت تدرون ليش نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ لأن أنت أيها العاصي قاعد تخلي دعائي ما يستجاب، أو بعبارة أصح قاعد تخلي دعائي ما يقدر، عفوا، أو تجعل هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى لا يفعله. إذا مثل ما إحنا لو في سفينة أجرنا كلنا سفينة، يا واحد أجر كرسي قال هذا الكرسي أنا مأجره بحفره، نقول يا مولانا إذا حفرت السفينة كلها تطيح. إحنا كلنا قاعد نمشي ضمن مجتمع كامل، أنت إحنا كمجتمع لنا حقوق عليك، هنالك حقوق للمجتمع على الفرد، مثل ما هنالك حقوق للفرد على المجتمع في حقوق للمجتمع على الفرد. أنت مو من حقك تخرق السفينة على كيفك وتغرقنا معاك. أنا عندي عيال، عندي زوجة، عندي أهل، أنت كذلك. فأنت لما تسوي المعصية قد ما تأثر علي، لكن قد تأثر على ولدي، قد تأثر على زوجتي، قد تأثر على أبي، قد تأثر على أمي. لذلك مو من حق الإنسان أن يخرق السفينة ويغرق أهلها. كذلك أنت أيها الإنسان مو من حقك تسوي معصية وتتجاهر فيها وتأثر فيها على من يعنينا أمره. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإسلام نظر إلى بعد بعيد جدا، وهو أنه إذا تجرأ الإنسان أثر على البقية. إحنا قاعد نمشي في ضمن سفينة، فمو من حقك تسوي اللي تبيه في السفينة. ليش؟ لأنه لو سويت سوء أو مشكلة أو خرقت السفينة أو أغرقتها، إحنا راح نغرق معاك، راح تأثر علينا بشكل أو بآخر. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم.